المونتاج إن شاء الله تعالى للحلقة الأولى انطلاقا من سويسرا حتى وصولنا الأمس إلى إسطنبول. السلام عليكم، صباح الخير جميعا أخوتي أخوتي المتابعين، معكم سعيد مبارك إن شاء الله. صباحنا صباح الملك لله الحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك والحمد لله على كل شيء قدير. صباحنا على فضل الإسلام، على كلمة الإخلاص، على دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما ولا كان شريكا. أخوتي، هذا نهار الزوج، اليوم الثاني من زيارتنا لتركيا ونحن في إسطنبول إن شاء الله تعالى. أخذنا هذه الشقة، تقلت البارحة متأخرة شوية بعد ما قضيت وقت مع أخوي العزيز وصديقي جمال. الصباح راني مع المونتاج، نسيت أن نوريكم الشقة. غرفة وصالة وحمام كرمكم الله، هذه غرفة أغراضي كلها مبعثرة، تعرفون حال السفر. أنا كما قلت مع المونتاج، ما حتى البارح بالليل أنا مع المونتاج بعد الفجر اليوم، بعد صلاة الفجر كذلك. شقة مطلة لها إطلالة، إطلالة رائعة على بحر بنغلور، على البحيرات، على الجزيرة، الجزيرة، الجزر، مش بحيرة، الجزيرة. اليوم البرنامج إن شاء الله سيتواصل زيارتنا هنا إلى إسطنبول، نزور بعض الأماكن إن شاء الله تعالى. فابقوا معنا، وإلى ذلك الحين نلقاكم مع أخونا وصديقنا الغالي الأخ جمال. بعد قليل حنا احنا يا في هذه منطقة السريوت، جينا مع الأخ صديق، قال لي ما تقوليش أخ، هذا صح أخ، ايه هو نرى قال أني هنا، أني هنا، أني حوس عليا جمل راك انا الناس غير قبله الان احنا يا الشعب الحي الشعبي ان شاء الله. ها هو سوق الذهب هنا في هذا المحل، في هذا الشارع، شارع الذهب. الأثمان هنا دائما، الأثمان هنا دائما أحسن من الدول العربية، الجزائر مثلا أحسن الأثمان، يطلع ويصعد على حسب الكور. لمحبي السوق الشعبي، هذا الميدان، ميدان السديد، في تيليكوم مشكلة تمام في سيناريا. هذا ميدان معروف تركيا بالميادين، معروف بالميادين إن شاء الله. Thank you.
المسجد ما شاء الله. المسجد كله هنا 2010 داروا ما شاء الله. المسجد كلها جميلة هنا في طهران. والله يعتني ويعتني يعتني بالمساجد هذه اللي تعجبني فيهم والله. فيهم الخير يا سيدي. خير مازال باقي فيهم ومتجدر. أنا عباك رقم تاع تغريب اللي عاشته تركيا كو عاشته دولة أخرى ما يبقاش في هالدين. عاش التغريب خطير خطير والله. الحياة الشعبية هذه تعجبني. هذا علاش انت كتكون هنا على الحمالة لا كي نجيو طالعين كيما تحب كي نجيو طالعين شي يوم باش ها هو بيظهر هذا شنو طلع فاتفور مسكين مينو هذا يعني مسكين فاتفور مصاب خلاه هو شيء تعب ما ربش شو باب الواد ان شاء الله. لبلبي هذا اسمه اللبلبي. حضروا على النار هذا حمص موجود يحضر على النار وكذا يجي وطعمه هذه التمور ما شاء الله كثير من الدهنة في طوكيا. هذه كلها الحرف التقليدية حافظين عليها. هذا الذي يعجبني فيهم الحفاظ على كل ما هو تقليدي. ما شاء الله تبارك الله. ليس البلاد ضرب شري يقين بطلع من دخوش خامض بطلع ومن جيت ما ليش رجع خلاص ضرب هشتيت بلي ترجع ما ليش ترجع خامض سجاك تدل شو شكل خامض يدري خامض يدري شيء بتوه شيء تون ليش شكل شكل زين ما دم شكل Amuda bir şey kalır. Kakao. Şu ne kadar? Ablamın var 22 tane. Hadi kadar. Hadi pistaş hadi ya. Evet pistaş. Pistaş. Şükürler. Hamsi. Cemal. Buyur rohuna kulu hamsi. Hamsi. Ama ne demiş o da bu da hamsi. هذا هو الهمسي اللي قلت لكم عليه. ها هو لي زونشوا
هونشوان، هونشوان بالعربي 50. وهذا هذا الطن، لا ثاني هذا اللي هذا الطن 150 ليرة، 5 يورو لكن والله أرخص من الجزائر، أرخص من أوروبا. وهذا الكاب يعني 100 من عدبة. ما شاء الله. هو كوموندينا من برا الحلو هذاك الهامسي لي زونشوا، هذا احسن طبق سمك البحر الاسود. اسكور هذا اسكور. ما شاء الله. صحتك يا اخي. بسم الله. صحتك بارك الله فيك. السلام عليكم. رانا هنايا، انا في السوبر، في السوبر مارشي مش السوبر. تعاون 90% المستحضرات التركية عندهم اكتفاء، عندهم اكتفاء ذاتي في الانتاج ما شاء الله تعالى. الدواجن هنا اكتفاء حقا، عندهم اكتفاء قليل. وتلقى صادرات خمسة صادرات هذه اقتصاد تركي ما شاء الله، اقتصاد تركي ما شاء الله. هذه من البلدان بلادي حبتي. وهذا يعد ماركة صغيرة مش كبيرة، حسب الماركة اللي كبيرة. خفت هذا صباح عندهم حليب اورجانيك هنا كذلك. هذا ما شاء الله، هذا المجغبة، هذا الماركة جربتها العام الماضي في الصيف ما شاء الله. عندهم حتى الحليب اورجانيك، شفتوا الحليب اورجانيك مش في الصيف كنت مش نشتري منه، ادري ولكن موجود، موجود من ذلك. كل انواع الحليب هذه نشوف الاثمان 190 دينار 19 في الجزائر 190 دينار، هذا 250 دينار 25 في الحليب. عشرين ليرة صار واحد أورو صافي فامي، يعني عشرين ليرة 200 دينار 200 دينار ماشي غير يفهم المياه. يعني الأثمان ثمان معقولة بالنسبة لل والراتب الشهري كان من 4000 الآن راه أقصى أدنى حد 8000 ريال. باش تجي تشوف كم هي الشاي، كل انواع الشاي هذه كلها شاي، كله شاي تركي. وانا هذا افضل شاي ننصحكم به، هذا وكاين شاي ريزي هذا. نعم تمام تمام تمام. شاي ريزي. المهم بهذا نكون قد انهينا جولة اليوم ان شاء الله تعالى. نلتقي غدا في جولة أخرى ويوم جديد إن شاء الله. تقبلوا تحياتي إلى ذلك الحين. أقول لكم أسعد الله أوقاتكم وليلتكم سعيدة، إلى اللقاء.